بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وأيضا عضو هيئة كبار العلماء. نرحب بكم معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وثابكم الله. نذكر الإخوة على هاتف البرنامج 011-442-8313. بداية في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية من هذه الآية في نعمة الاجتماع على الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين قد كمل في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي هذا رد على أهل البدع والمحدثات الذين يلصقونها بالدين وهي ليست منه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه الآية الكريمة تقطع أعناق المبتدعة، فما لم يكن دينا في هذه الآية وما قبلها ليس دينا بعد ذلك مما أحدثه المحدثون. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالآية والحديث فيهما رد على كل مبتدع يضيف إلى الدين ما ليس منه، وهذا أمر واضح ولله الحمد. فهذا الدين كامل أكمله الله عز وجل ورضيه لنا، فلا نقبل من أي مبتدع يأتينا ببدعة يريد أن يلصقها بهذا الدين وهو بريء منها. والحمد لله على تمام النعمة كمال الإيمان، والحمد لله على بيان الحق وظهوره، والحمد لله على رد الباطل وقمعه في كل زمان ومكان لا أن تقوم الساعة. نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، تتحدثون من خلال هذه الآية عن الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بحضرة أصحابه يعلم أصحابه دينهم، فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله تعالى: إن كل شيء
خلقناه بقدر، قوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل هذا رد على المبتدعة ورد على القدرية ورد على كل مبطل يحاول أن يشوه هذا الدين ويلحق به ما ليس منه أو ينقص من هذا الدين شيئا. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو صالح من الرياض يقول: هل الناس عموما محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث؟ نعم، يقول: هل الناس محاسبون ومجزيون؟ نعم نعم، هل إيش؟ هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث؟ بلا شك، من لم يؤمن بأن الناس يحاسبون ويجزون بأعمالهم بعد البعث فهو كافر، لأنه منكر لليوم الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ نعم، الله معنا بعلمه وإحاطته ورؤيته لنا أينما كنا، في بر أو في بحر أو في جو أو في فضاء أو في الأرض، هو معنا بعلمه وإحاطته، هذه معية عامة لجميع الخلق. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، الأخ فهد يقول في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يقول: هل هناك تعارض بين الشرع والقدر؟ ليس هناك تعارض بين الشرع والقدر، فالله قدر المقادير وشرع الشرائع، فالمقادير إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الشرائع فهي موكولة إلى العباد يعملون بها، فمن وافق عمله الشرع فهو عمل صحيح مقبول عند الله عز وجل، ومن خالف الشرع فهو مردود على صاحبه، لا يقبل منه شيء. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. آدم محمد مقيم في المملكة السوداني يقول: ما هي حقيقة الإيمان بالله عز وجل وكيف يحقق المسلم ذلك؟ الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وبأقداره وفي كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فهو تابع للإيمان بالله. نعم نعم، نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة من الأخ نايف من الطائف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم السلام. صالح بن فوزان الفوزان، لدي حقيقة سؤالين على عجل. السؤال الأول يا معالي الشيخ، بالنسبة لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الإشراق أو الصلاة التي عقب صلاة الفجر، ما حكمها وما فضلها يعني وما وقتها يا معالي الشيخ؟ هذا السؤال الأول. والثاني؟ السؤال الثاني يا معالي الشيخ، هل العبد المسلم إذا استغفر الله عز وجل من الذنوب والكبائر فهل الله عز وجل يوم القيامة يحاسبه عليها، أم أنه إذا استغفر الله غفر الله وله سبحانه وتعالى الذنوب والكبائر في الدنيا؟ شكرا يا نايف، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ على سؤاله الأول، يقول: بالنسبة لصلاة الإشراق، هل هناك صلاة إشراق وهل لها حكم وهل لها وقت؟ هناك صلاة الضحى، وبداية وقته من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يدخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة الضحى، وأقلها ركعتان
أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. سؤاله الآخر يسأل يقول: هل العبد المسلم إذا استغفر من الذنوب هل يحاسب عليها في بعد مماته؟ إذا تاب الله عليه وغفر له فلا يحاسب، تمحى سيئاته ولا يحاسب عنها يوم القيامة وقد غفرت وتاب الله عليه. نعم. بارك الله فيكم. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل سعيد محمد، يسأل عن التوبة، هل لها شروط؟ نعم، التوبة لا تصح إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول ترك الذنب، ترك الذنب والابتعاد عنه. الشرط الثاني العزم أن لا يعود إليه مدى حياته. الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه. فإذا كان الذنب بين العبد وبين الناس، ظلمهم أو أخذ شيئا من حقوقهم، فلا بد من شرط رابع، وهو أن يرجع حقوق الناس التي أخذها يرجعها إليهم أو يطلب المسامحة منهم. نعم. بارك الله فيكم. نعم، هذا سائل آخر يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، ويسأل حفظكم الله يقول: ما حكم الغلو في الصالحين والتوسل بهم؟ لا يجوز الغلو بأنواعه، وهو الزيادة على الحد المشروع. فالغلو، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو الزيادة في التدين عن الحد المشروع، هو مردود على صاحبه ولا يقبل منه. وجاء نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عبادة الرسول، وقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية الرابع قال: أنا لا أكل اللحم، يعني تدينا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه قال لهم: أنتم الذين قلتم ذلك، أما والله إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. يقول: ما هي حدود مدح الرسول وأيضا الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته لا بأس به، وإنما الممنوع الغلو والإطراء، الزيادة عن الحد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الممنوع. لا تطروني، أي لا تزيدوا في مدحي ولا تغلوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم. عيسى عليه السلام غلوا فيه بالمدح حتى عبدوه من دون الله، فهذا ما يفضي إليه الغلو، يفضي إلى الضلال وإلى الخروج من الدين. فالوسط والاعتدال هو المطلوب وهو المشروع، وفيه الخير وفيه الصلاح والإصلاح للمسلم. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: من يزور المقابر ويدعو عند المقبورين ويقدم لهم النذور والقرابين ويسألونهم جلب النفع ودفع الضر، هل هذا من قوادح في العقيدة؟
هذا مبطل للعقيدة، ما هو من القوادح، هذا مبطل للعقيدة، لأنه شرك أكبر، شرك بالله عز وجل. فتقريب النذور والذبائح للقبور للموتى هذا شرك بالله عز وجل، لأن هذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، وهكذا فعل أي طاعة مشروعة نواها للمخلوق، هذا شرك بالله عز وجل، لأن العبادة لله وحده لا يشاركه فيها أحد من خلقه، لا الملائكة ولا الأنبياء والمرسلون ولا الصالحون. العبادة خالصة لحق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، أثابكم الله. نعود إلى اتصالات الإخوة من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا الأخ سعد، حياك الله. الله يحييك يا شيخ أستاذ خالد. سم أسلم على الشيخ صالح. تفضل. الله يبارك عمره. عندي سؤال يا شيخ صالح، أني أنا أبغى أتزوج يا شيخ. نعم. فالوالد الله يهديه راح للجماعة وخطب من واحد والثاني والثالث، كلهم رفضوا. ففيه في لي صديق من قبيلة، من برا قبيلة، حاب أناشده، فالوالد رفض رغم أنهم رحبوا فيه وحيوا به، لكن الوالد رفض. فلا أدري إيش يقول الشيخ، لأن لي فترة طويلة أنا أترجاه وأكلمه وأقول أن هذا الشيء لا يجوز، فهو مجبرني ما أطلع برا. طيب، في سؤال آخر؟ سلام. تسمع السؤال إجابة بإذن الله تعالى. معالي الشيخ حفظكم الله، الأخ سعد يقول أنه يريد الزواج، وقام والده بخطبة له من الأقارب ومن كذا واحد ولكنهم رفضوا. هذا الشخص السائل اللي هو الولد سعد يقول أنني خطبت من عائلة من قبيلة لكن أخرى، ورفض والدي، قال لا أريد إلا من نفس القبيلة، ما هو توجيهكم؟ لا يحق للوالد أن يمنع ابنه من التزوج بامرأة تصلح له وتتوفر فيها الشروط، فلا يجوز للوالد أن يحول بين ابنه وبين الزواج من امرأة مناسبة له، بل عليه أن يوافق ويساعد ابنه على ذلك ولا يتعصب لرأيه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا محمد أحمد من الجزائر يسأل فضيلتكم ويقول: ما هي صفة العلو لله عز وجل، وكذلك أيضا صفة الاستواء وصفة الكلام؟ نعم، يسأل يقول: ما هي صفة العلو لله عز وجل؟ نعم نعم، وصفة الاستواء وصفة الكلام عند الله عز وجل. كما ذكر الله ذلك، وصف نفسه بأنه فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فإن أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الصفات، وننزه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب في حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى عن نفسه المشابهة والمماثلة للمخلوقين، ونزه نفسه عن النقائص والعيوب. وإذا قرأت آية الكرسي وجدتها تشتمل على صفات لله عز وجل أثبتها لنفسه، ووجدتها تنزه الله عن صفات النقص وصفات العيب، وأن أسماءه وصفاته لا تشبهها صفات المخلوقين وأسماءهم، وإن اشتركت في اللفظ فإنها تختلف في المعنى. نعم نعم. السؤال الآخر يقول: ما المقصود بالإيمان بأسماء الله وصفاته؟
نعم. يقول ما المقصود بالإيمان بأسماء نعم. الله وصفاته؟ الإيمان نعم بأسماء الله وصفاته كيف يكون؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته نعم. أن نصفه بها كما وصف بها نفسه على وجه الكمال، وننفي عنها مشابهة صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين. نعم. أيضا من أسئلة التي أرسلها إلى البرنامج، يسأل عن تعليق التمائم وكذلك القلائد لدفع العين، ما حكمها؟ تعليق التمائم لا يجوز، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وقد تكون التمائم مكتوب فيها شركيات ومذكور فيها أشياء تتنافى مع الإيمان أو تنقص الإيمان والدين والعقيدة، فلا ينظر في هذه التمائم. إن كانت من القرآن ومن الأدعية المباحة فإنها لا تعلق، ولكن تلقى على المريض مباشرة بأن ينفث ويقرأ عليه القاري وينفث عليه ويكون الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. محمد عبد الله من الرياض يقول كيف يكون مفهوم الاختلاف رحمة؟ الاختلاف ليس رحمة، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل على أن الذين رحمهم الله لم يختلفوا، الاختلاف التضاد والتباين. أما الاختلاف في استنباط الأحكام الشرعية لمن هو أهل لذلك فهذا لا بأس به، هذا خلاف فقهي. أما الاختلاف في العقيدة ومسائل العقيدة فهذا لا يجوز، لأنها ليست محل اختلاف. نعم. نعم بارك الله فيكم. يسأل عن الإيمان بالملائكة كيف يكون، وهل هناك دليل واضح على ذلك؟ نعم، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فالإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله لعبادته، وخلقهم الله لتنفيذ أوامره في هذا الكون، ونؤمن بفضلهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، مصطفى سعيد مصري مقيم في المملكة يقول هل يلزمني أن أتبع مذهب واحد من المذاهب الأربعة أم علي أن أتبع جميع هذه المذاهب، وما حكم هذه المذاهب؟ يا أخي، إن كان عندك تمكن من العلم فأنت تختار ما يقوم عليه الدليل من المذاهب، فما كان عليه دليل من الكتاب والسنة فإنك تعمل به وتأخذه، وما كان مخالفا للدليل فإنك ترده، هذا إذا كنت من أهل العلم. أما إذا كنت عاميا فلا بد أن تقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، لأنك لا تدري ولا تعرف الأحكام، فلا بد لك من التقليد، التقليد ضرورة في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. نايف من الرياض يسأل ويقول كيف يكون الدعاء أنه يرد القضاء؟ ما يرد القضاء، ولكن يوافق القضاء، لأن هناك أشياء إذا فعلت سببا من الأسباب التي شرعها الله فإن الله يرفعها عنك، أما إذا لم تعمل السبب فإن الله يصيبك بها، فهناك أشياء مقدرة على أسباب، إذا وجدت الأسباب
فإن القضاء يرتفع، وأما إذا لم تفعل الأسباب فإن القضاء والقدر يقع. نعم. نعود إلى اتصالات الإخوة في البرنامج. هذا الأخ نافع من جازان، حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، الله يخليك يا أخوي، عندي سؤال. تفضل. صهري اللي هو متزوج بأختي توفى قبل فترة، يمكن قبل شهر. زوج أختك؟ نعم. أيوة، زوج أختي توفى قبل شهر. أنا طبعا أحضر وفيات وجنائز وهذا، ولله الحمد، يعني سبحان الله، الكفن أبيض بعد ما دفنوه كذا، الكفن أبيض وفي نور أبيض كذا مولع داخل القبر، فما أدري إيش النور هذا، زي لمبة صغيرة كذا. طيب، شكرا. يقول يا شيخ عبد الصالح أن زوج أخته توفي قبل شهر، وأنه في الكفن عندما كفن وأدخل القبر، يقول أني رأيت نور أبيض، ما علامة ذلك؟ نعم، يقول أن زوج أخته توفي قبل شهر تقريبا. نعم، ولكن في القبر رأى نور أبيض، ما حقيقة ذلك؟ رأى في القبر إيش؟ نور أبيض في القبر، نور أبيض وهو مكفن أيضا، المتوفى بكفن أبيض. نعم، ما دام كفن في كفن أبيض ودفن في القبر فالحمد لله، ينتهي الأمر. نعم، ولكن الرؤية وفعل الواجب. لكن النور الأبيض، يقول أني رأيت في قبره أرى نور أبيض. نعم، يقول رأيت في قبره نور يشع، نور أبيض، ما علامة ذلك؟ إذا ثبت هذا فهذه إن شاء الله علامة خير للميت. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر، عبد الله محمد من القوعية، يقول إذا تعارض رأي عالم أو شيخ مع رأي عالم آخر، ما هو الرأي الذي أرجحه أنا وإجابة المفتي؟ تأخذ بما يوافق الدليل من أقوال المفتين، تأخذ ما يوافق الدليل إذا كنت تعرف الدليل، إذا كنت لا تعرف فاسأل أهل العلم، وما أفتوك به تتمشى عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم. محمد مراد يقول ما رأي فضيلة الشيخ صالح في مسلمين يستغيثون بالأولياء وبالسادة وغيرهم؟ الذين يستغيثون بالأولياء والصالحين والمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام القضاء إذا كان عليه ثلاثة أيام قضاء من رمضان؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما نواه قضاء عن صيام فاته فإنه يكون قضاء، وما نواه تطوعا يكون تطوعا، وما نواه فريضة يكون فريضة بحسب نيته. نعم، نعم. أبو فهد من الدمام يقول ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، فلما سألوا ابن عباس عن سبب ذلك قال لكي لا يشدد عليهم، أو كما في الحديث، أفيدون عن ذلك؟ يا أخي، هذا حديث يسمونه من الأحاديث المشكلة، يرجع فيها إلى الأحاديث الواضحة تفسرها، فالجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لأحد ثلاثة أمور: إما للمريض الذي يشق عليه الصلاة في كل صلاة في وقتها فيجمع، أو للمسافر هذا يجمع لأجل السفر، أو لأجل المطر بين المغرب والعشاء. هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين، وما عداها لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف؟ نعم، من هذا المقصود به أنه لا يطاع أحد في معصية الله، فإذا أمرك أحد ولو والدك أو أقرب الناس إليك إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه، لا طاعة إلا بالمعروف أي بما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. سعيد محمد يقول هل يقع طلاق من هو مبتلى أو مريض نفسي أو مريض بمرض قهري؟ الطلاق تراجع فيه المحاكم أو دار الإفتاء، تأتي أنت أو ترسل رسالة لدار الإفتاء أو تذهب إلى القاضي وتسأله. نعم أحسن الله إليكم. سائل آخر رمز لاسمه بعوض محمد يقول هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن قوله عن الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، هل هذا حديث من أحاديث الصفات؟ نعم، هذا حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه، هذا من الأحاديث القدسية التي نؤمن بها ونثبتها كما جاءت. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم أن يتعنت الوالد بزواج ابنته حتى يستفيد منها ماديا في راتبها؟ هذا عضل وهو حرام. نعم. يعضل ابنته ويمنعها من الزواج من أجل وظيفتها ليستثمرها ويفوت عليها الزواج والذرية، هذا حرام، وهذا تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده من أوليائها، ويراجع القاضي في هذا، يراجع القاضي في هذا ليرفع ولايته عنها ويعطيها لمن يحسن إليها من أقاربها من عصباتها. نعم نعم. سائل آخر رمز لاسمه بمحمد علي من الرياض يقول ما حكم الائتمام بالمسبوق؟ لا يأتم بمسبوق، لأن المسبوق مأموم، والمأموم لا يتحول إماما إلا إذا استخلفه الإمام، إذا استخلفه الإمام يكون إماما. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. كان ذلك هو آخر سؤال في هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله عز وجل مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغيث البلاد والعباد. شكرا لمتابعتكم أيها الإخوة، وتحية من الزملاء عبد الرحمن مدرع ومن سلطان العتيبي في الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.